خرجت التونسية مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي عن صمتها وكشفت حقيقة الصور والفيديوهات الفاضحة كما وصفها متابعون المنسوبة لها والمنتشرة على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن جميع هذه الصور والفيديوهات تم فبركتها. ونشرت الحمداني مقطع فيديو عبر تطبيق ستوري التابع لحسابه على انستغرام لتشرح من خلاله كيفية فبركة صورها والفيديوهات، معلقة على أحد الصور المنتشرة لها قائلة: التصوير هذه مهبطينها وقلك ماخذينها لي وأنا وهي تضحك. وأضافت: هذه كنت في تايلاند مع أصحابي، وفي تايلاند أغلب وسائل النقل هي سكوتر، شفتوا ماله وضع مخل، وهذه آخر مرة بس نجاوب الله يعين الناس على أمراضها. وتابعت نصيحة: أنا ما عنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة، عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عليها. وحاجة أخرى: مراقبة الغير ما تتعبك كان انت الله يعين. واختتمت حديثها معلقة: ونزيدكم هذا فيديو، خذوا منه صوتي وركبوها على حسبي الله فيهم، هو انا واختي في تركيا. Thank you.